في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم رح جيت نتحول من الشابة للمتلوي. ايضا رح حبيت نجم متلوي عملوا وقفة اليوم على بعض الصعوبات المالية اللي يعاني منها النادي نجم المتلوي، وعملوا حتى وقفة حجرية قدام شركة فوسفات قفصة وغلقوا المداخل متاع الشركة هذه. التفاصيل كل من عند زميلنا وصديقنا في الجهة حافظ طرابلسي. حافظ اهلا بيك. مرحبا بك اسلام، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعي اكسبريس افام. بالفعل دائما على وقع الاحتياجات، ومن الشابه نتحول الى الجنوب الغربي بالتحديد الى مدينه المتلوي. في الحقيقه اسلام نجم الراجل المتلوي يعني منذ تقريبا 3 مواسم يعيش نفس الوضعيه نتاع الصعوبات الماديه، وخاصه وانه بالنسبه للفتره الحاليه تعرف انه ما ليناش ياسر من انتهاء الموسم الرياضي ونستعد لموسم جديد، والاكيد انه يلزم التحضيرات. التحضيرات هذه كان من المبرمج وأنه تنطلق في بداية الأسبوع الحالي، لكن وقع تأجيلها. بالإضافة إلى ذلك المدرب محمد الكوكي وأنه هو هدد بالانسحاب وقال إذا كانت تواصل وضعي هذه أنا ما نجمش نكمل مع الفريق. السبب واضح هو الصعوبات المادية هذه، وطبعا بعد الندوة الصحفية اللي كانت في نهاية الأسبوع الماضي واللي نظمتها الهيئة المديرة النجم المتلوي وقدمت فكرة على الصعوبات المادية اللي ما تمكنش الفريق من الانطلاق في التحضيرات والقيام بالانتدابات اللازمة، خاصة وأنه عديد اللاعبين غادروا الفريق، فإنه الأحباء بدورهم تحركوا اليوم. ومنذ 4 متاع الصباح تم غلق كل مقرات شركة فوسفات قفصة، خاصة لا ديريكسيون دي زاشا اللي هي أهم نجم نقولوا نقطة في المتلوي وفي عملية إنتاج الفوسفات. بالإضافة إلى ذلك تم غلق طبعا الطرقات المؤدية من المتلوي في اتجاه قفصة وكذلك في اتجاه توزل، يعني سيغ الترونسون تاع قفصة توزل ما يمكنش المرور، وتم إمهال السلطات المحلية 48 ساعة. يعني بعد 48 ساعة مش يتم المرور إلى خطوة تصعيدية أخرى. في الأثناء طبعا المعتمد المتلوي عمل اجتماع طارئ مع رئيس هيئة الأحباء ورئيس الهيئة المديرة، وتم الاتفاق على أنه غدوة مش يتم التنسيق مع والي قفصة للقيام طبعا باجتماع طارئ كذلك بدوره وإيجاد حل لهذه الوضعية. من بيناتها طبعا بين الحلول المنتظرة والمرسومة هو التدخل لدى شركة فوسفات قفصة حتى تعطي أفونس طبعا، لأنه إسلام حتى نعطيه فكرة للسادة المستمعين على وضعية نتاع النجم الرياضي بالمتلوي، وانه صحيح هو المدعم الوحيد هو شركة فوسفات قفصة، لكن ثم اشكالية على مستوى وصول الدعم هذايا. شركة فوسفات قفصة تعطي الدعم باللاني ادمينستراتيف، بينما الوقت هذايا ما يساعدش فريق النجم الرياضي بالمتلوي اللي الديماراج نتاع السيزون نتاعو هي ما تمشيش مع الديماراج دو لا سيزون ادمينستراتيف. فهذه كي نكونوا واضحين اسلام. شنو قلت خطوة تصعيدية نجم يمشيو فيها، شنو تنجم تكون حافظ؟ طبعا الخطوة التصعيدية ممكن تكون معناتها انسيتين، يعني اعتصام، ما نتصورش انه ثم اكثر من هكا، لانه تعرف اذا كان غلق مقرات شركه فوسفات قفصة وطبعا غلق الطريق نجم نقول انه هذه خطوه تصعيديه خطيره ياسر، لانه قطع شريان انتاج الفوسفات. طبعا يمكن يكون الاعتصام في مقر شركه فوسفات قفصة وخاصه ديريكسيون دي زاشا اللي هي طبعا تمثل نجم نقول انه سي لو تالون داشي نتاع الاكتيفيتي البرودكسيون دي فوسفات في المتلوي. على كل حال احنا ما نسبقوش الاحداث وننتظروا طبعا غدا شنو هي افرازات اجتماع الهيئه المديره للنجم المتلوي مع والي قفصة. نعرفك متابع دقيق للوضع في الجهه حافظ، حسب قراءتك انت الشخصيه شنو تنجم تكون افرازات الاجتماع هذا؟ ما سمعتش السؤال في شطر الاخير اسلام لو تسمح. قلت لك حسب قراءتك انت الشخصيه شنو تنجم تكون الافرازات نتاع الاجتماع هذا؟ والله الافرازات هو يمكن انه طبعا والي قفصه هو بامكانه يعمل ديبلوكاج جين سوم بالنسبه للنجم الرياضي بالمتلوي كوم ايتون ان افونس، لانه طبعا كل الفرق في الجهه عندها الحق في ان سيبونسيون بلابار دي غوفيرنورا، ينجم هو يتدخل كذلك. النقطه الثانيه في الحلول المنتظره ينجم يتدخل لدى شركه فوسفات قفصه
ولو أنه صعب وصعب جدا في الوضعية الحالية اللي نعرفوها وتمر بها شركة فرنسا القفصة على مستوى طبعا لكونجونكتور مونديال واللي أثرت بدورها على قطاع الفوسفات في بلادنا. على كل حال كنقطة أولى ينجم والي قفصة وأنه يتدخل طبعا لدى شركة فوسفات قفصة وتنجم وأنه هو بالإضافة للسيبونسيون اللي نجم يقدمها هو كوميتون لبرمي ريسبونساب دو لا ريجيون ينجم كذلك يدخل لدى شركة فوسفات قفصة وهكا يعين فريق النجم الرياضي بالمثلوي على الأقل على مستوى الدماغات لا بريباراسيون لأنه كان منتظر تنطلق في بداية الأسبوع الحالي لكن لم تأجيلها تم تأجيلها إلى حد الآن بالإضافة إلى أنه كذلك الانتدابات ما ثم حتى انتداب إلى حد الآن خاصة الفريق يعني نجم نقول أنه أموان دري برشا عديد الأسماء اللي غادي تمالك على الأربع أسماء أساسية في التشكيلة نتاع الموسم الماضي إسلام. في موضوع اخر ولو انه ما كانش مبرمج معك حافظ لكن لو كان عندك معلومه تنجم تفيدنا بها بخصوص قواف القفصه والدوره نتاع البراج عندك اخبار على قواف القفصه قاعدين ترانيو وشكون الملاعبيه خرجت هل الافكتيف كامل ولا وضعية قواف القفصه لا تقل صعوبه على وضعيه النجم الرياضي بن مثلوي طبعا المدرب عز الدين خميله اللي كان خذا الفريق في ظرف اسبوع ولعب مقابله تصفيات الكأس الموسم الماضي قدام حارث المنافسيلي انسحب منذ 72 ساعة باعتبار وأن الوضعية صعبة كذلك. أولا نجم نقول أنه ثم انسيرتان نونشالونس لابار دي كوميتي ديريكتور على مستوى طبعا إيجاد الحلول للفريق خاصة وأنه ما لا يقل عن 8 ملاعبية اللي انتهت العقود نتاعهم وثم شكون غادر ولقى فريق اخر وثم شكون اللي ينتظر لي نيغوسياسيون مع البيرو ديريكتور بالاضافه الى ذلك على مستوى لعب مقابله البراج حسب ما طبعا قررت الجامعه التونسيه لكره القدم فانه انقسام هناك في الراي هناك من يؤيد وانه الفريق امام فرصه انه يلعب مقابله ويلعب كامل حظوظه من اجل الصعود للرابطه الاولى المحترفه بينما هناك ما يرى عكس ذلك باعتباره انه الفريق ليس جاهز وتقريبا مقابله الاتحاد المصري 3-2 يعني نجم نقولوا البوتيتر كوم ان ترومب اوي يعني مش خاطر الفريق عمل 3-2 قدام اتحاد مونستيلي في الدور الربع النهائي فانه راهو جاهز للموسم الجديد ويمكن يلعب المقابله هذه. على كل حال الوضعيه اكتيالمون سي لو ستاتيكو ونجم نقولوا في غياب تام للهيئه المديره لفريق القوافل الرياضيه بالقفصة باعتبار انه الفريق تقريبا منذ نهايه الاسبوع الماضي التوم رجع الى التدريبات بعد انسحاب المدرب عز الدين خميله. ضبابيه معناها حافظ الماتش تقريبا الاول بعد 11 يوم تقريبا مش واضح حتى شيء لحد الان في قفصه. مش واضح الى حد الان ولو انه طبعا باعتباره انه نجم نقولوا انه هذا ينسحب كذلك على الفرق الاخرى المعنيه بهذه الدوره باعتبار انه كذلك هناك ضبابيه وهذا ما نجموش ننكروه اسلام ثم ضبابيه على مستوى طبعا نجم نقولوا لابليكاسيون تاع لي ديسيزيون تاع فيديراسيون تونيزيان دو فوتبول ولكني بالنسبه لقفصه يشوفوا انه الفريق ليس جاهز يعني ثم ان سيغتان ساجيس اون كيلك سوغ لابار دي سيبورتير يقولوا أن الفريق مو جاهز باش يلعب الدورة هذه خاصة وأنه ثم فرق اللي هي جاهزة على الأقل بدنيا كما فريق شبيبة القيروان النادي الرياضي حمام الأنف اللي هو نفس الوضع كل ما هم جاهزين فحافظوا غادروا برشا ملاعبية خاصة شبيبة كان معانا قبيلة شوية مراد القداح كيف الموضوع أيضا كيف فضل بن حمزة بون قال شوية نادي حمام الأنف مش برشا ملاعبية غادروا يمكن حظوظ متكافئة خلينا نقولوا ولو أنه مش معقول فرق باش تحضر 3 مقابلات في أسبوع قبل 11 يوم ولا حتى أقل معناها. خليني نقول لك وانه بالنسبه لفريق قوافل القفصه وضعيه صعبه وصعبه جدا لانه قبل مباراه الربع النهائي نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري عز الدين خميله قام بتجهيز اللاعبين تقريبا شوف مش نعطيك ان انديس فقط وانه في مقابله الاتحاد الرياضي المنستيري فوق بنك الاحتياط ما ثم كان جوج ملاعبيه حارس مرمى ولاعب فقط هذا ما يعطي فكره وانه ثم صعوبات على مستوى الجروب اللي موجود حاليا هذا بالاضافه وانا كما قلت لك نقطه هامه جدا انه انسحاب المدرب عز الدين خميله لانه لقى الوضعيه ما تبشرش بكل خير وما ثماش تقريبا معناتها ديزون لومبيونس اللي فيها دي غارونتي دو ريسيت اللي تخلي انه يخدم واي سوبريزونت هو كوميتون معناتها ان كلوب كي فا جوي بور لاكسيسيون بالنسبه للموسم القادم هذه هي الوضعيه يعني الانستون تي زيرو هذه هي الوضعيه وانه المدرب منسحب انه
الفريق منذ نهاية الأسبوع الماضي ما رجعت للتدريبات، هذا بالإضافة إلى ضعف الرصيد البشري للفريق. يعطيك الصحة، شكرا لك حافظة طرابلسي، مراسلنا في قفصة على كل التفاصيل اللي مديت نبيها بخصوص قروف القفصة وكذلك نجم المتلوي. هكا نوصل لنهاية فير بلاي اليوم. شكرا من السيسي في الإخراج، فادو الدفيدي في الإعداد، آدم المدب اللي كان أملكم اللايف ستريمينج. كيف كيف نتقابل ان شاء الله الاربعاء اللي فاتوا الكل المداخلات الكل في الحصه نتاعنا، نجموا يلقاوهم على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام والا اكسبريس اسبور. اجمل تحيات.